نعم عزيزتي، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة اليوم. بداية، صراحة قام تنظيم داعش الإرهابي أو الخلايا الناعمة التابعة للتنظيم في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأمس بالهجوم على محيط سجن الصناعة الواقع في حي غويران في مدينة الحسكة، أو الذي يقع جنوب مدينة الحسكة. بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية مفخخة أيضا أمام باب السجن المعروف باسم سجن الصناعة، والذي يأوي أكثر من 5000 مرتزق تابع لتنظيم داعش الإرهابي المحتجزين لدى قوات قسد بعد تحرير المنطقة جغرافيا من تنظيم داعش الإرهابي. هذا التفجير هذه العملية التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي أو خلايا التنظيم تزامنت مع تحضيرات من الداخل أو من المحتجزين في داخل السجن لبدء عملية إرهابية جديدة في مدينة الحسكة، إضافة إلى هجوم أكثر من 80 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي أو أيضا بما يعرف بالخلايا الناعمة التابعة له بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. هجموا على محيط السجن وحاولوا يعني إخراج هؤلاء المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سجن الصناعة من السجن، ولكن سرعان ما قامت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بدعم من قوات التحالف الدولي عن طريق الجو، عن طريق طائرات المروحية والحربية، بالسيطرة على الوضع ومحاولة إعادة السيطرة على الحيين اللذان شهدت اشتباكات، حي حوش الباعر أو معروف بحي الزهور، إضافة إلى حي الآن الغويران هل ما زالت في جنوب الاشتباكات الحسكة. مستمرة؟ نعم، يعني منذ الساعة 7:30 من مساء يوم الأمس وحتى الآن الاشتباكات في محيط السجن مستمرة. هناك كان خروج أو هروب بعض عناصر التنظيم المحتجزين لدى قسد من السجن إلى الأحياء المجاورة، والتجاء لجوءهم إلى منازل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، إضافة إلى أنه يعني سجلنا أيضا عدة إصابات بين صفوف القوات الأمنية وشهيد من قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، إضافة إلى شهيد في فوج الإطفاء التابع لمدينة الحسكة. إلى جانب ذلك أيضا كان هناك 5 شهداء مدنيين، بينهم حالة واحدة تم قطع رأس هذا المدني من قبل تنظيم داعش الإرهابي أو تم نحره في حي حوش الباعر في مدينة الحسكة. إلى جانب ذلك أيضا قيادة قوات سوريا الديمقراطية أصدرت بيانا يفيد بأنها يعني تحاول السيطرة على الوضع مرة أخرى في مدينة الحسكة، و يعني أفادت بأن قامت باعتقال 89 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وخلاياها الناعمة في ذلك الحي حي حوش الباعر. إضافة إلى ذلك يعني تحركات قوات سوريا الديمقراطية تكون ببطء وبحذر شديد، وذلك بسبب يعني استمرار تواجد الآلاف من المدنيين في حيي الغويران هذا وحوش ما الباعر، يدفعني سامر، ولذلك اعذرني على المقاطعة، ولكن عن أوضاع المدنيين ونسأل عن أوضاعهم اليوم، هل هناك حالات خروج من المدينة يعني خوفا مما يحدث يعني اليوم في الحسكة؟ يعني بالفعل بسبب تواجد عناصر أو محتجزون قد هربوا إلى حي زهور وحي الغويران، يعني كما ذكرت لك لجأوا إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، لذلك هناك صعوبة كبيرة بإخراج المدنيين من ذلك الحي، ولكن قوات سوريا الديمقراطية وبمساعدة من الهلال الأحمر الكردي وقوى الأمن الداخلي قاموا بفتح ممرات آمنة لبعض المدنيين وإخراجهم بأمان من حي الغويران وحي حوش الباعر، ولكن حتى الآن هناك المئات من المدنيين متواجدين في ذلك الحي أو في تلك المنطقة، وهناك تقارير أيضا هناك معلومات تفيد بأن تنظيم داعش الإرهاب يمنع المدنيين من الخروج، وذلك لاستمرار استغلالهم كدروع بشرية ومنع تقدم قوات سوريا الديمقراطية، وهذا السبب الذي يمنع قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بالاستمرار بعمليتها الأمنية وعملية التمشيط لحي حوش الباعر وحي الغويران جنوب الحسكة. لذلك تحركات قوات سوريا الديمقراطية تكون بحذر وبطء شديد، وذلك منعا يعني جرح المدنيين أو استهدافهم. وحتى الآن حتى هذه اللحظة هناك اشتباكات عنيفة من قبل بين قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ومرتزقة داعش من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك أريد أن أؤكد أن طيران التحالف الدولي المروحي قام باستهداف نقاط عديدة يتمركز فيها قوات
عفوا مرتزق تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى أن الطيران الحربي الأمريكي قام باستهداف مبنى المراقبين الفنيين بجانب كلية الاقتصاد، أيضا بالقرب من سجن الصناعة في حي غويران. وقوات سوريا يعني قبل قليل أو قبل حوالي الساعة قامت قوات التحالف الدولي التي ترأسها الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال قوات برية أيضا إلى حي الغويران مساندة لقوات سوريا الديمقراطية ولإنهاء الحملة الأمنية أو حملة التمشيط وإعادة حي الغويران وحي حوش البحر ومحيط سجن الغويران أو سجن الصناعة إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. نعم، أشكرك جزيل الشكر. من شمال وشرق سوريا كان معنا الصحفي سامر ياسين، شكرا جزيلا لك.